بغض النظر عن الناس اللي بتملأ الدنيا صياح بدون ما بتعمل شيء. أنا بتكلم النهاردة عن حل الأزمة الليبية. اللجنة الدستورية الليبية كانت مجتمعة الأسبوع ده في الغردقة في مصر، وبتتوصل بتتفق على إجراء استفتاء على مشروع الدستور بناء على القانون الصادر من مجلس النواب سنة 2018. آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة بتقوم على أن في كل من الأقاليم الثلاثة الكبرى طرابلس وبرقة وفزان هتسمي مرشحيهم للمجلس الرئاسي بالاعتماد على مبدأ التوافق في الاختيار. لو ما تمش التوافق على شخص واحد من الإقليم هيقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70% من أصوات الإقليم. الأطراف الليبية المجتمعة في ليبيا بين 18 و20 يناير اتفقوا على تحصين المراكز القانونية الجديدة الناتجة عن الاستفتاء من خلال ان هم ايقاف نظر الطعون المتعلقه بقانون الاستفتاء، وبحسب الاتفاق هيتم استكمال الجوله الثالثه والاخيره من المناقشات في القاهره 9 و11 فبراير الشهر الجاي، بعد ما كانت القاهره استضافت في اكتوبر اللي فات اجتماعات لممثلين من مجلسي النواب والدوله واعضاء هيئه الدستور الليبيين لبحث المسار الدستوري. وزاره الخارجيه طلعت بيان رحبت بنتائج الاجتماعات اللي تمت في الغردقه واعتبرتها مقدمه لخطوات جايه في سبيل حل الازمه الليبيه. وطبعا وكل الاتفاق ده بيتم برعايه الامم المتحده، لكن قطعا وقولا واحدا مصر كان لها دور ودور كبير مهم في هذا الامر. بنتمنى ان هو يكلل بالنجاح، زي الحقيقه ما حققنا نجاحات كبيره في ملفات كتيره تتعلق بالامن القومي والسياسه الخارجيه.